السلام عليكم. هذا ثاني فيديو تاع الهاشتاغ تاع مليون خاطين. المليون هذا مدوه لي ربعة محسنين، ادعيوا لهم بالخير ان شاء الله. ربعة مدوا 250 250، درنا مليون قضية. عندنا شكارة تاع سويد 25 كيلو سيفر، عندنا فرماج كيلو، عندنا زبدة تاع نص كيلو، مايونيز، زوج قهوة ميطة، عندنا ليطة مكرونة جويدة ورشدة. عندنا فارينج ماما تاع 50 كيلو. هكذا يشوفوا الناس دراهمهم وين راحوا، وميم طون الناس تتحمس كاعك. عندنا السكر تاع 5 كيلو، عندنا فلون، عندنا خميرة تاع نص، عندنا كفرات، وعندنا توابل. عندنا ايزيس، الزول في اللون، زيت زيتونة تاع الخباير، عندنا زوج صابونات تاع حجر، عندنا اومو، وعندنا خل. مازال الخير، مازال المليون ما صبش، ادعيوا لهم بالربح برك مساكن. كيلو تاع طماطم، مايس، زوز رمز بسمتي، وغير السلعه المليحه باش تعرفوا باللي كانوا تاع البلديه يسرقوا فيك من بكري، يجيبوا غير الحاجه اللي راح لاطات تاعها يموت. عندنا كيلو عدس، وعندنا كيلو لوبيا، وعندنا كيلو حمص، وعندنا كيلو سباكيتي. مازال الخير، مازال. عندنا غلوريا، وعندنا وحده خلاف سنين هذيها ترفع الزبده، وعندنا ايزيسو اومو وجافيل برير، عندنا بربوشه مغلوط، عندنا فريك، وعندنا حمرا كسي جوية جويدة، سكر خلاف تا كيلو، قرعة خلاف تا خل، وحدة خلاف قهوة، خميرة صغيرة، وحمص. هذه السلعة كاملة بمليون. شوفوا معنا الفيديو اللي درتو الاول تاعي، بصح هذا تاع محسنين، ندعيو لهم ان شاء الله بالخير. كاين جماعه يعيطوا لي من قسنطينه، من وهران، من تلمسان، من كل بلاصه يعيطوا، ناس مساكن محتاجين. نحب نقول لكم يا جماعه باللي هذه شغل مبادره، به ماذا بينا تعم عبر التراب الوطني، او ماشي قاعد نفرقوا والله. احنا شغل هذه مدايرين مبادره، احنا نطلبوا من ربي ان شاء الله تعم عبر التراب الوطني. وكاينين جماعه داروها من قسنطينه ومن سطيف، عيطوا لي قالوا لي درناها بصح ما صورناش. دوك المشكل هنا جماعه، احنا المشكل في التصوار. دوك الصدقه العلنيه هذه وهدر عليها ربي سبحانه. دوك انت كي تمدها لتحت لتحت، يسمى ما درتي حتى حاجه. دوك الفكره هذه، المبادره هذه، انا كي درتها وتعاند عليا نتايا وزيدي عاند الاخر والاخر، هذا هي الفايده. بصح انا كون درتها لتحت لتحت، انت اصلا ما تشوفنيش. ماذا بيكم يا جماعه تعاونوا،
على خاطر الدنيا هذه ما داين فيها والو، وواحد ما يضمن لانه راح يصوم 10 ايام في رمضان، تقدر غدوه تموت غير غدوه صديقه، واحد ما يضمن انه يعيش. كي تنحي 250 الف ربعه ديجان ولا ربعه من الناس ينحيوا 250 250 ويفرحوا عائله كيما هكذا، مليون ديراك قضيه تخش فيها على عائله فقيره كيما هذه، والله العلي العظيم انت ما نقدرش نوصف لك السعاده اللي يحسوها. واحد ما عندوش ما مقنوط من هنايا تخش عليه بسلعه نتا تا مليون، فهمتوا يا جماعه؟ اللي قادرين زوز ديروا 500 500 ولا ربعه ديروا 250 250، واللي ما قادرش اخويا ما عنده حتى دور هو بارطاجي يا خويا، هاي عندك لا فلاش هذيك اتكا بارطاجي لا فيديو بالك تمشي تعمل، فهمتوا؟ ونوصيكم يا جماعه اللي يدير لا فيديو هذا اللي يدير المبادره هذه يرحم والديكم تصوروا، ما تصوروش السيد اللي راح تعطيه له، صوروا كيما هكا باه يكون كيما نقولوا حنايا الناس تعاند وتعاند. يا خي ها هاشتاك كي داروا تالبيدون هذاك ولا الحوايج تاع الفسق هذيك الناس كل تعاند، في الخير ما تعاندوش. عواشر عواشر وكوفيد والناس حابسه ني خدمه ني والو، والله الناس الرب اللي يعلم بها. والصدقه يا جماعه ما تنقص لك حتى دورو، باه تحط في علمك برك. الرسول صلى الله عليه وسلم عليه حلف قال والله ما تنقص دورو من الصدقه. ان شاء الله تكون الرساله خفيفه وظريفه. وكان واحد الملاحظه، انا درتها فيديو البارح على الطماطم وطيشها في الزيك ومن هنايا، انا نحترم المتابعين تاعي، حبيت نقول لكم بركه يسمى كاين اللي قال لك نورمالمون ما طيشيش طماطم في الزيك. انا لا فيديو هذا كي درته شغل على المقاطعه، والطماطم هذيك باللي ما عندها حتى معنى. ونزيد نقول لكم حاجه باللي بالك 40% من الطماطم اللي في الجزائر ام يسقيو فيها من الزيك، وكي طيشها في الزيكو بالك راح ياكلها فكرون ولا المهم قسم تكاش حيوان ياكلها في الزيكو ولا في اي بلاصه. وسمحونا كيما نقولوا على كل حال، وبارطاج يا جماعه للماكسيموم، وهاشتاغ يا جماعه مليون خاطين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.